461 مباراة خاضها تحت راية العلم المصري، و13 بطولة عالمية في السكواش حققها على مدار 12 عاماً. مروان الشوربجي المصنف السادس عالميا في الاسكواش يثير هذا الجدل بعد قراره بتمثيل المنتخب الانجليزي خلال الموسم المقبل. الشوربجي الصغير اتخذ قراره بعد نحو عام من انضمام شقيقه الاكبر محمد الشوربجي لانجلترا بعدما خاض مسيرة زاخرة في الالقاب مع المنتخب المصري. رغم ان رئيس الاتحاد المصري للاسكواش اكد سابقا ان مروان الشوربجي لن يلحق باخيه، فاجأ مروان الجميع باللعب تحت علم إنجلترا دون أن يبلغ أحداً من مسؤولي الاتحاد. انقسام كبير في الشارع وعبر مواقع التواصل ما بين تأييد الخطوة على أساس أنها تحمل عوائد مادية ودعماً أكبر، وما بين الرفض وحتى التخوين أيضاً. في الاسكواش لا صوت يعلو فوق صوت الفراعنة، العلم المصري يحجز أكثر من مقعد دائم في البطولات العالمية. اللاعب محمد الشوربجي أحد أبرز الأسماء في تاريخ المنتخب المصري، قرر تمثيل إنجلترا خلال يونيو الماضي وعلل ذلك بتجاهل الاتحاد لإنجازاته على مدار سنوات. مروان الشوربجي شقيقه الأصغر الذي لحق به قال إن قراره باللعب تحت علم إنجلترا يأتي لحرصه على تأمين مستقبله وليس لتقصير من جانب الاتحاد، هذا طبقا لرئيس الاتحاد المصري للعبة. حاليا تنتشر شائعات قوية عن اقتراب اللاعب المصرية نوران جوهر من اللعب تحت العلم الأمريكي، وذلك بسبب أزمات مع اتحاد اللعبة حسب ما قالت. وهنا نذكر أن اللاعبة هي المصنفة الأولى عالميا، مصطفى عسل والمصنف الرابع عالميا والملقب بالتايجر، عبر عن استيائه سابقا على فيسبوك من تجاهل الاتحاد، وقال إنه يتمنى اهتماما ولو 1 على 10 من الاهتمام الذي يمنح لبقية اللاعبين. عموما وبعد واقعة الأخوين شوربجي، ينوي الاتحاد المصري التصويت على تغيير اللوائح المنظمة للعبة لتمثيل البلدان في هذه البطولة. على كل حال من مصر سألنا الناس ما رأيكم بما فعله الأخوان الشوربجي بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر، لنتابع إجاباتهم. طبعا الموضوع ده غلط، ان المفروض ان الواحد مهما حصل بينتمي للبلد اللي هو فيها، مصر وطنه واتولد فيها وهي حياته. اللي يستغنى عن بلده تحت اي مسمى او ان انا احاول اتنازل عن جنسيتي عشان اخد جنسيه تانية لا يستحق اساسا ان انا اجيب سيرته او اتكلم عنه. تبقى حريه شخصيه ليهم، كل واحد بيحب يروح حسب اللي هو عايزه وفي نفس الوقت اللي شايفه صح لنفسه. طالما انا مصري يبقى افضل مصري طول عمري، وطالما انا نجحت يبقى النجاح ينسب لوطني، ما نسيبوش لدوله تانية. كل واحد من حقه يعيش، واخد بال حضرتك، من حقه يدور على فرصته. لو لقى فرصته تفتكر كان هو عمل كده؟ ففكره ان هو تخلى عنها ولعب لصالح انجلترا، فاعتقد ان يعني كل حد بيبقى ليه اسبابه وليه بياخد رد فعل زي ده. وحول ذلك ينضم إلينا من القاهرة عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للسكواش، وشادي نبيل الناقد الرياضي. أهلا بكما معنا في صباح العربية ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا. خليني أبدأ معك سيد عاصم، يعني السكواش رياضة يهواها الجميع، لعب الرياضة هذه والانضمام إلى فرق أخرى هل يختلف عن انضمام اللعيبة كرة القدم ربما إلى أندية أخرى والنوادي غير نوادي بلدهم التي ينتمون إليها؟ طبعا دي نقطة مهمة جدا جدا من ناحية
رياضة السكواش ورياضة كرة القدم، كل العوامل الحاكمة في انتقال اللاعبين في كرة القدم تختلف تماما عن السكواش. السكواش زي ما شفنا اي لاعب يحاول ان هو يغير جنسيته، لو جنسيته تغيرت ممكن يغير البلد اللي هو كان بينتمي اليها او بيلعب باسمها. انما في كرة القدم الموضوع مختلف، ممكن جدا تلاقي انه اللاعب بيلعب مثلا محمد صلاح، محمد صلاح بيلعب ليفربول وبيلعب في انجلترا، ولكن لو ما المنتخب المصري بيحتاجه بيجي يلعب في منتخب مصر. بس لو ما سجلوش المنتخب المصري لمدة سنتين يستحق أو يستطيع اللعب لدولة أخرى؟ هذا سؤالي مروان. يعني لم يلعب لمنتخب إنجلترا وكان هناك تأكيد من الاتحاد، إيه اللي حصل؟ أبدا، هو فعلا أكد لي، ولكن طبعا الشباب آرائهم بتتغير في كل وقت عن الوقت التاني، اللي بيها بيقدر طموحاته بتتغير، بيخاف على مستقبله، هو فضله في الملاعب مدة ما هياش بالطويلة قوي، يعني ما لبيتوش طموحاته سنتين ونص. فهو يعني أنا عايز أعرف طموحاته اللي هي تقصد إيه يعني مفيش طموحاته. هو راجل لاعب محترف، يعني هل كان يعني كانت مصر تعطي لهذا اللاعب ما هي يستحقه وبالتالي أيضا ما تعطيه إنجلترا الآن في تقارب؟ هو بس الموضوع أنه مش هنقارن بين مصر وانجلترا في انها بتعطي ايه، لانه دي امكانيات هنا ممكن تكون اقل ممكن تكون اكتر. هو بيتكلم على انه هو عاش في انجلترا اكتر ما عاش في مصر. طيب. هو كان متعلم في انجلترا اكتر وقعد مده طويله هناك، فمش قادر يقرر انه هو واضح. خلينا مصري. هو بيقول انا ببقى سعيد جدا. يعني إذا أخذنا الموضوع من منظور أكبر من مجرد لعبة سكواش، ما هي حياة مهنية، هي مسيرة مهنية، هي مستقبل مثل ما تفضل السيد عاصم. اتخاذ هذه الفرصة إن كان من تجنيس، إن كان يعني مستقبل أفضل، فرصة أفضل، لماذا ربما هي تنعكس سلبا على الشخص؟ حابب أوضح أن في الأول في الآخر ده قرار شخصي بيرجع إلى اللاعب. اللاعب زي ما أستاذ عاصم أوضح، وهو كان أوضح في اللقاء بعد قراره بتمثيل إنجلترا، هو مروان ومحمد لديهم الجواز السفر الإنجليزي. الموضوع ممكن ما يبقاش موضوع تجنيس بالمعنى المعروف في بقية الرياضات أو مع باقي المنتخبات، لكن في الآخر هو قرر تمثيل البلد الثانية اللي هو بيحمل جنسيتها، خاصة أن مروان ومحمد أكتر من نصف عمرهم قضوه في إنجلترا، فبالتالي هم جه الوقت زي ما قال مروان تحديدا اللي هو يرد الدين لده. الانعكاسات السلبية أو الإيجابية على اللاعب كل واحد بيشوفها من منظور المختلف. الشعب المصري الشعب العادي بيشوفها كانتماء وطنية، الشعب الرياضي بيشوفها اللي هو كل لاعب بيدور على مصلحته. حابب أوضح أن العملية التجنيس دي متاحة لكل الاتحادات في كل الدول. على ذكر يعني العام الماضي اتحاد كرة السلة المصري كان بيحاول تجنيس لاعب لمساندة المنتخب. بس في ناس يا أستاذ شادي، في ناس قالوا إنه مروان خاين دلوقتي، وصل إلى حد الخيانة، ساب بلده. لفظ الخيانة ده لفظ مرفوض 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 بتاتا، لأن هو زي ما احنا أوضحنا الراجل أكتر من 16 سنة بيقيم في إنجلترا. يعني احنا نقدر نقول إنجلترا هي اللي كانت بتقدم له كل الفاسيليتيز عشان يجي يمثل مصر، لو احنا اتكلمنا يعني بالمنطق نعم العام. لكن لفظ خائن ده لفظ نعم، ولكن نحن يعني نتحدث عن فرص على لاعب تم يعني حال التوضيح، مش انا اللي بقول الناس. انا بنقول لك وجهة النظر السيد عاصم. سيد عاصم انا بوضح للناس. بس طيب. انا تفضل. انا بس عايز اوضح كلمة التجنيس هي كلمة يعني ما هيش في محلها، لانه هو اي واحد سواء محمد او مروان هو تقدم للحصول على الجنسية البريطانية
وتقدم وده خد منهم وقت حوالي 5 لـ6 سنين والجنسية البريطانية بتاخد بروسس معين علشان خاطر يقدر يحصل عليها لإدارة إما ينجح في الحصول عليها أو لا. إنما التجنيس أنا بشوف إن هو في بالتجنيس ممكن يكون بال يعني بالقوة أو بالعقل يعني بطريقة غير مش طوعية يعني لا هو راغب فيه ان هو يكون عنده باسبور بريطاني هو عايز كده يعني وهو عايز يحترف هناك ايه الغلط الكثير من الناس يكون عنده الكثير من الناس يعني يتقدمون أيوة على جنسيات اخرى هو قرر ان هو فضل له مثلا سنتين في الملاعب فهو عايز بعد السنتين دول يطلع يلاقي في ياخد كارير بالسكواش في انجلترا فلا ترى ان هذه خطوه او هذا قرار مهني بحت يعني لا يمس الوطنيه ربما لا يمس عدم انتمائه الى مصر بالضبط ممكن يكون وبعدين ممكن يكون قرار عائلي لان هو بيقول لي انا اهلي هيجوا يعيشوا معانا انا ومحمد يعني كلنا هنعيش في انجلترا يعني فهو يعني ده قرار عائلي قرار خاص زي ما شادي قال قرار ملوش علاقة بالوطنية قد ما هو قرار ما هو في دكتور كويس بيسيب مصر يروح يشتغل في انجلترا في مهندس كويس في يعني يعني وفي دكاترة بيسيبوا لندن وبريطانيا بريطانيا وبيرجعوا مصر في كمان كده مثلا يروحوا امريكا لا وفي ناس بترجع مصر ايضا جدا استاذ عاصم بالظبط فاقصده انا يعني مش عايز احطه في خانه لا ما حد يحطه احنا فقط ننقل ما يتداوله الناس من الوصول الى هذه المرحله أوكي. فقط أوكي. بس ماشي. شكرا جزيلا للسيد عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للسكواش والسيد شادي نبيل الناقد الرياضي شكرا جزيلا لكم شكرا لكم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات